إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا نزال نتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وقال لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام: إنها حق فادرسوها وتعلموها. وهذا الحديث هو حديث الكفارات والدرجات، وسبق أن تدارسنا الكفارات وهي إسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات، والجلوس بعد الصلاة لانتظار الصلوات. وذكرنا من الدرجات إطعام الطعام ولين الكلام، ومنه أيضا إفشاء السلام كما جاء في رواية للحديث. وأما الدرجة الثالثة فهي قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة بالليل والناس نيام. وهذه الدرجة عباد الله من الدرجات العظام، فهي درجة من الدرجات، أو هي درجة تعتبر من موجبات الجنان، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله. قال: ودل عليه قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم. فوصفهم جل وعلا بالتيقظ بالليل، والاستغفار بالأسحار، وبالإنفاق من أموالهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل، الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان. ولهذا قال: كانوا أي المحسنون قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم أي نومهم بالليل كان قليلا. وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وإقراء وذكر ودعاء وتضرع، وبالأسحار أي التي هي قبل الفجر هم يستغفرون، أي يستغفرون الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب من ذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة:
والمستغفرين بالأسحار. ومما يدل على أن قياماً انتهى كلامه رحمه الله، ومما يدل على أن قيام الليل عباد الله مما يوجب علو الدرجات قوله صلى الله قوله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل جزاءه على التهجد بالقرآن بالليل أن يبعثه جل وعلا المقام المحمود وهو أعلى درجاته عليه الصلاة والسلام. كما أن قيام الليل عباد الله يوجب من نعيم الجنان ما لم يطلع عليه أحد من العباد في الدنيا. قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع عن المضجع، مع أن النفس تتلذذ به ولكن هم ينصرفون إلى ما هو ألذ منه، ألا وهو الصلاة بالليل ومناجاة رب العالمين. فيدعونه جل وعلا خوفا وطمعا، طمعا لقبول أعمالهم وطمعا في ثواب ربهم، وخوفا من عذاب ربهم جل وعلا. ومن أفعالهم الإنفاق كما قال: ومما رزقناهم ينفقون. ولم يذكر جل وعلا على من ينفقون حتى يكون ذلك دال على أن إنفاقهم يعم جميع أحوالهم، سواء كانوا في حال الغنى أو في حال الفقر، وسواء أنفقوا القليل أو الكثير، وسواء أنفقوا على البعيد أو القريب. فكما أنهم أخفوا أعمالهم أخفى الله جل وعلا ما أعد لهم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال بعض السلف: أخفوا لله عملا فأخفى الله لهم جزاء، فلو قدموا عليه لأقر لهم تلك الأعين عنده تبارك وتعالى. تيقظ لساعات من الليل يا فتى لأنك تحظى من الجنان بحورها، فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والجليل يزورها. فقم وتيقظ ساعة بعد ساعة عساك توفى ما بقي من مهورها. ولقد تكاثرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في قيام الليل والحث عليه وبيان فضله وثوابه. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإن هو توضأ حلت عقدة، فإن صلى حلت عقده، فإن صلى حلت عقده، أو إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان
شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه جاب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي، وهو حديث حسن. فقيام الليل هو شأن وصفات الصالحين، وهو يقرب إلى الله جل وعلا، ويكفر السيئات، وينهى عن الآثام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استرحناؤه عن الناس. رواه الطبراني في معجمه الأوسط، في معجمه الأوسط، وهو حديث حسن. فمن شرف المؤمن أن يقوم الليل، وعزه أن يستغني عن الناس فلا يظهر حاجته إليهم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي، حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل، وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبد هذا كيف صبر لي بنفسه. والذي له امرأة حسنة وفراش لين الحسن، فيقوم من الليل فيقول: أي الله تعالى يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسيروا ثم هجعوا أيناموا، فقال من السحر في الضراء والسراء. رواه الطبراني، وهو حديث حسن. فهذا الذي يترك شهوته وذلة رقاده إلى أن يستغفر الله ويصلي له من الليل، فإن الله تعالى يحبه ويضحك إليه ويستبشر به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا: أي ملائكة انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. رواه الإمام أحمد، حديث حسن. أي أنه إنما قام من الليل يرغب في الثواب والنعيم الذي عند الله، ويخاف من عذابه جل وعلا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود، وهو حديث حسن. فلو أنك قمت بنحو عشر آيات، أي بنحو أن تقرأ سورة الأعلى ونحوها من السور كالتي قبلها الطارق أو البروج أو الغاشية أو سورة الفجر أو غيرها، فتجمع في صلاتك تلك نحوا من عشر آيات، فإنك لست ممن يغفل عن ذكر الله،
فإن طالت وكبرت الهمة إلى أن قمت بنحو من 100 آية، أي أن تقرأ ما كان من حزب من الحزب من حزب سورة الملك كسورة الملك والقلم ونحوها من المعارج وغيرها، فإنك تكتب من القانتين. وإن أردت القناطير المقنطرة التي تسعى إلى ما هو دونها في الدنيا فتجمعها ليل نهار، لا يثنيك عن ذلك شيء من أمور الدنيا من يسرها أو عسرها، فتجمع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ولا تتعب. فإن أردت أن تجمع هذه القناطير وهي أفضل من قناطير الدنيا فقم في ليلك بألف آية كما قال عليه الصلاة والسلام. وأفضل قيام الليل عباد الله ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الليل إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام. ونصف الليل إذا أضفت إليه ثلثه وسدسه فإنه يصير الليل تاما كاملا. ولو أننا علمنا أبناءنا عند تعليمهم الحساب ونحو ذلك وذكرنا لهم مثل هذه الأحاديث لجمعنا الأمرين من خير الدنيا والآخرة، ترويضهم على طاعة الله جل وعلا وتعليمهم مادة الحساب التي لا بد لهم منها. وقال عليه الصلاة والسلام قال: وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها، وذلك كل ليلة، رواه مسلم. ومن الحث على قيام الليل قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه أبو داود حديث حسن. وفي حديث عند أبي داود أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات، حديث صحيح. وروى الطبراني بسند لا بأس به إلى طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان رضي الله تعالى عنه لينظر اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، أي أن طارقا كان يظن أن سلمان يقوم أكثر من ذلك، فذكر ذلك له، فقال سلمان رضي الله عنه: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، أي الفرائض، فإنهن كفارات لهذه الجراحات، ما لم تصب المقتلة، أي ما لم تقع في الكبائر. فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن 3 منازل، أي أن الناس بعد صلاتهم العشاء فهم على أحد 3 حالات: منهم من عليه ولا له، ومنهم من له ولا عليه، ومنهم من لا له ولا عليه. فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي فذلك عليه لا له، أي أن الليل عليه إثم يعتبر عليه، أي أنه آثم وليس له من الأجر شيء. ومن له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلته فقام يصلي فذلك له ولا عليه، ومن لا له ولا عليه فرجل صلى ثم نام فذلك لا له ولا عليه. وإياك والحقحق، وعليك بالقصد وداوم، والمراد بالحقحق أشد السير، وأن يجتهد حتى يكل دابته. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدمه فقيل له: قد غفر لك، قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك،
فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. قال بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقال: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وسئل الحسن البصري رحمه الله قال لم كان المتهجدون لما قال قالوا له لم كان المتهجدون أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره جل وعلا. واعلموا أنه من عجز عن القيام في الليل، أو أن عجزنا عن القيام في الليل إنما هو سببه ذنوبنا ومعاصينا، فلا بد أن نراجع أنفسنا حتى نقوى عن القيام إلى صلاة الليل. سئل ابن مسعود فقيل له: لا نستطيع قيام الليل؟ قال: أبعدتكم ذنوبكم. وقيل للحسن البصري: أعجزنا قيام الليل. قال: قيدتكم خطاياكم. إنما يؤهل الملوك للخلوة بهم ومخاطبتهم من يخلص في ودادهم ومعاملتهم، فأما من كان من أهل مخالفتهم فلا يرضونه لذلك. ولقد كان صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه في قيام الليل أن يأتي به على جميع أحواله فعن عبد الله بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: له تنصحه لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قائدا. رواه أبو داود في حديث صحيح. فهذا من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة العظيمة. وفقنا الله جميعا إلى ذلك. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فهذه آخر الدرجات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في حديثه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ختم هذه الكفارات والدرجات بذكر بعض الدعوات، وهي دعوات مباركات وكلمات عظيمات تضمنت معاني ساميات وأصولا راسيات في الأعالي شامخات. ولقد تضمنت ولقد كانت لفعل الخير جامعات ولترك الشر محصيات. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الكلم ويستحبه، كما روى ذلك أبو داود في حديث صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. وإن كان المقام لا يتسع لشرح هذه الدعوات، فإن لها بإذن الله جل وعلا مجلسا آخر. ولكن نشير عباد الله إلى فضل الدعاء، فإنه عبادة عظيمة أمر الله جل وعلا بها، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أصحاب السنن من حديث النعمان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وروى الترمذي في حديث الحسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي من حديث ابن عمر، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه. وأيضا المرأة قال: إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صهرا خائبتين. رواه أبو داود من حديث سلمان، وهو حديث حسن.
وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وروى ابن ماجه في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فعليك أخي المسلم أن تجتهد في الدعاء، وأن تتخير منه الثابت المأثور، وما كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا مساوئ الأخلاق، لا يجنبنا مساوئها إلا أنت. اللهم إنا نشهدك أنك أنت الله، نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا ويا رب كل شيء. نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ودعاء متقبلا ورزقا طيبا. ونسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين، وترد كيد أعداء الدين، وأن تؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم وكل المستضعفين من عبادك يا رب العالمين في جميع الأراضي يا رب العالمين. اللهم احمهم واوهم وأطعمهم وارهم واكسهم وسدد عوراتهم وسد خلاتهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وعليك بالظالمين يا رب العالمين. اللهم وابعد عن المظلومين يد العدوان. اللهم وامنهم وآوهم. اللهم انهم عبادك وابن عبادك وبنو عبادك وبنو إمائك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاؤك، فاللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم انه ليس للمستضعفين من عبادك سواك، فكن لهم يا رب العالمين، واحمهم يا رب العالمين، وانصرهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.